هنا مدرسة فرج ابن برقوق. المدرسة دي بنت في بدايات القرن الـ15 تالت سلطان في العصر الجركسي، لأن سبقه أبوه السلطان برقوق، وبعدين سبق أخوه عبد العزيز لأن هو اتولى سنة واعتزل، وبعدين اتولى عبد العزيز أخوه واتعزل وتولى هو تاني، فأصبح إن هو تاني أو تالت سلطان في عصر الجركسي، فترة الانهيار أو الانحدار أو الدمار سميها كما تشاء. الراجل اللي اسمه فرج ده في ناس بتحب تسميه الخمرجي لأنه بسببه أسعار الخمور زادت، لأنه كان مدمن خمرة، ما كانش يمشي إلا بكوس في إيده بتاع الخمر، ما كانش يتحرك في الشارع إلا لما الخمرة دي في مطرح ما ورع فيها، لدرجة إن بقوا طالعين حرب يطلع ما بين سكنات العساكر والخيم بيتطوح. فايه الحل معاه؟ القتل. فرج ابن برقوق السبب في عصره كان بداية انحدار اقتصادي وانهيار غير مسبوق، اعتمد على شخصيات منها واحد اسمه جمال الدين الاستدار. جمال الدين دوت من احقر الشخصيات اللي ممكن يذكرها التاريخ، من الشخصيات اللي كان على استعداد يسلخ البني آدم عشان يطلع منه درهم، ما عندوش مشكلة ولا بيفرق ما بين كتاب ولا بين دين ولا بين ملة ولا بين زفت. كان ليه ابن أخت اسمه أحمد، كان ساكن ناحية باب زويلة في حتة اللي هي بتاعت بتوع العطارة دول، اسمهم ايه؟ ايه؟ لا، اللي عند بتوع العطارة اللي هو الغورية جنبهم اسمهم العطارين الحمزاوي. كان ليه بيت عند الحمزاوي احمد ده، تخيلوا جاب الرخام بتاعه منين. انت عايز رخام، هتخلع رخام تجيب، هتسرق رخام هتجيب منين؟ احمد ابن جمال الدين الاستدار ساب الدنيا كلها وراح على قبر الامام العز بن عبد السلام، ضرب المكان اللي انتوا شايفينه دلوقتي متهدم ومتدمر، كان اول واحد يكسر فيه كان ابن اخت جمال الدين الاستدار ده. جمال نفسه ياما قصور فكك رخامها وياما مدارس فكك رخامها، منها مدرسة الاشرف شعبان اللي فك الرخام والشبابيك والكتب والحاجات اللي فيها ونقلها لمدرسته اللي رحناها في التنبكشية، مدرسة جمال الدين. فتخيل دول الناس اللي كان بيعتمد عليهم برقوق، نيلة ده فرج ابن برقوق. فتخيل فرقوق نفسه عامل ازاي، تخيل حالة المصريين في الشارع ومدى الانحدار والانهيار والقرف اللي كانوا عايشين فيه، كانوا عاملين ايه. في حادثة حابب احكيها، كانت في بداية ولايته شهد هجوم تيمور لانك او تيمور لانك او تيمور لينك على حسب نطقنا، النطق يختلف لكن هو اسمه المفروض يتنطق تيمور لينك. تيمور لينك هجم على بلاد الشام، فخرج الجيش المصري الامراء باللي فيهم وراحوا على دمشق. كان معاهم مين؟ السلطان الصغير اللي هو فرج. حصل موقعة غريبة قوي، الراجل ده حتى بالأمارة شاهد الحرب دي، ابن خلدون كان موجود في دمشق في الوقت ده، لانه خرجوا بالائمه بكله، ما سابوش الا شويه ناس بس في القاهره يمشوا الامور يعني. فلما وصلوا دمشق حصل الحصار، وبعت لهم تيمرلينك على اساس يصالحهم وقدر ان هو يخدعهم، لكن حصل بعد يعني كان القوات المصريه هي اللي متغلبه، لكن بسبب الاطماع والخوف القوات المصريه انسحبت وخدوا معاهم السلطان. صحي الصبح اهالي دمشق ما لقوش حد معاهم، لا الجيش ولا العيش ولا السلطان ولا حتى بلح رمضان، كل اللي